Thank you.
ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا
خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فعيني عط به ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير.
وفي جمانه الكل قد حار وقد تاه. محمد المصطفى المختار من مضر من طبق الأرض طيبا عند رياه. صلى عليك صلى صلى عليه إله العرش ما طلعت شمس وغابت حياء من محياه. حبيبي يا رسول الله يا عاشق صل على البدر فضل الوهاب فصلاه العبد على طه مفتاح نعيم المعتذر. لا تبخل اذ ذكر الهادي وترنم كالطير الشادي. لا تبخل إذ ذكر الغادي وترنم كالطير الشادي. قل هل الرايح والغادي. لا تبخل إذ ذكر الهادي وترنم كالطير الشادي. أيقظت الأمة يا طه فنأت عن زخرف دنياها وأجابت ربا سواها وأذلت أنصار الكفر. حبيبي يا رسول الله آتاك الله القرآن فنهلنا منه فزكانا. آتاك الله
فنهلنا منه فزكانا هو شراتنا هو محيانا هو شراتنا هو محيانا حبيب الله رسول الله أتاك الله القرآن فنهلنا منه فزكانا أتاك الله القرآن فنهلنا منه فزكانا هو شراتنا هو محيانا هو شراتنا هو محيانا هو حصن المرء مدى الدهر حبيبي يا زود محب قد صلى يكفيه الله به الذل يا فوز محب قد صلى يكفيه الله به الذل وتكون له دوما ظلا هي يسر المرء مع العسر من يأمل أن يرد الكوثر فله ما يرجو إن أكثر من يأمل أن يرد الكوثر فله ما يرجو إن أكثر أما من أدبر واستكبر فسيبصر عاقبة الكبر لا تغفل عن ذكر الباري لا إله إلا الله لا تغفل عن ذكر الباري ولا آل هدي المختار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تغفل عن ذكر الباري لا إله إلا الله لا تغفل عن ذكر الباري لا إله إلا الله لا تغفل عن ذكر الباري ولا آله هدي المختار لتفوز بعفو الغفار ومثوبته يوم الحشر يا حبيبي يا رسول الله يا إمام المجاهدين يا جد الحسن يا شفيع المذنبين يا حبيب الله والناس ويا نور السماء يا مجيري من منصب يا أمير الأنبياء يا شفيعي
يوم لا يسأل عني شفعاني يا حبيب الله 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 يا مجيب من مصيري يا أمير الأنبياء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول وأجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما
ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة. صدق الله وصدق الرسول الكريم فيما بلغ عن ربه عز وجل. إن هذه الشروط ما هي إلا أخلاق كريمة ومثل عليا وقيم رفيعة، ولو لم تكن رأس العبادات لعدت من صالح العادات. إنها رياضة أبدان وطهارة أردان وتهذيب وجدان وفضائل يشب عليها الجواري والولدان. إنها التي تساوي العلية بالزمع، فيها تمس الجباه الأرض، فالناس أكفاء وأشباه الرعية والولاة سواء بسواء أمام الله عز وجل. إخوة الإيمان والإسلام، وقد فرغ المصلون هنا من أداء ركعتي السنة، الآن ندخل معا إلى رياض القرآن الكريم. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ فتح المليجي، وذلك من الآن وحتى يقام لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله